السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين خبر غير صار، وين المنتخب وين الاتحادية المغربية لكرة القدم وين تفوز بموهبة جديدة، يعني اسمه أمين مسوس، لاعب هذا تاع ليل تاع ليل، موهبة صاعدة وين يعني فازوا به، خاطش على حنا وحده يضرب ذاك منير دبيشي يضرب منا ناس لاهية، كل واحد لاهي يعني قاع يقارعوا باش يوروا ديريكتور تاع رئيس جمعية الهلال الأحمر، قاع يحوسوا باش يتصوروا معاه، قاع يحوسوا يمشوا معاه، قاع يحوسوا من قاع يحوسوا بزاف أمور بزاف امور، يحوسوا يديروا كوبلة ناسيين ناسيين بلي كاين منتخب وطني وكاين لاعبين ولازم من المدرب تاع افريقيا الوسطى يخمم شكون هو اللي يجي رئيس اتحادية، شكون اللي يجي، شكون اللي يبان يديروا مدرب الفريق المحلي. ناسيين ناسيين صايك، رانا شبعانين عندنا اللعابة، صايك عندنا اللعابة ما يتبليسا وما والو، تعقلوا 2019 با وليد نقولوا يا ولدي جيب اللعابة تولي يتبليسا ولا تولي في النهار الصح تسيبهم، وصرات ما مكذبناش، صرات صرات صح. اليوم راك تشوف، اليوم راك تشوف وين ها اليوم ها شو كي دايره، ها شو كي دايره اليوم. ايوا ناس كيما ذاك اللاعب اللي ماركا البنت غاليزاسيون لمصر، جزائري هو باه جزائري ومو مغربيه، الى الناب هذاك اللي ماركا البنت براسه، البنت الاول اللي ماركا غاليزاسيون لا البنت تاع البنت الزاوج تاع كونتر المالي، البنت الزاوج كونتر المالي لي ماركا، واو لا ماركا براسه دمنا براسه الجزائري هذاك، شعل هذاك محسن محسن مكتشف مواهب، شعل هدر عليه، شعل هدر عليه من 2021 ويهدر عليه هاودي هاليك وهاليك وهاليك وهاليك، راه عنده الحق، راه راهم يختاروا الصح، انا ما نلومهم خاطش ما كانش يتصل بيهم. ما كانش تانا واحد واحد الصحفي قال لهم لا قال لهم هذا المدرب تاع افريقيا الوسطى عيط بيعيط لزويزف كلي شغل زويزف، كاين منير دبيجي، كاين منير دبيجي هو يعطيك كيفاش يتهرب تما، انكشفت كشفتوا روحكم تكشفوا روحكم شادير شادير. قال لهم لا هذا المدرب تاع افريقيا الوسطى عيط استدعى كيسموه يا ربي استدعى زبيزف باش يشوف الملف تاع باش يشوف ساره هادر مع اللعابه مع امين قويري ومع شرقي ومع العروسي، صايك هذوك جوج صايك تاك تحوس عليهم مشى هاكا هدرت معاهم انت انت ما بغيتش تهدر معاهم، تاع عوار تجاهنا الجزائر، اي تنوري تجاه الجزائر، شايبي تجاه الجزائر، نوفمبر اللي فات 2022 شايبي قلت لهم تقوم القيامه ما يلعبش ما نعيطلهش، واو لله حتى دخلت في الحيط حتى كسر خير الضغط تاع المناصرين تاع الصح. اليوم ها هو الورا وين رغم ان وين كان اتصالات الاتحاديه الجزائريه لكره القدم يعني حمل التدعيم صفوف المنتخب الجزائري بلاعبين اكفاء من شانهم تدعيم صفوف الخضر مستقبلا في قادم المواعيد، لكن وين تلقت منافسة شرسة من الجامعة الملكية المغربية خلال أيام القليلة الماضية على موهبة مغربية فذة تنشط في صفوف فريق ليل الفرنسي، ويتعلق الأمر بأمين مسوس وأدرج الاتحاد الجزائري لكرة القدم وعلى رأسهم يعني منير دبيشي اسم أمين مسوس ضمن أجندته من أجل ضمه إلى صفوف المنتخب الجزائري مستقبلا لكن بدون جدوى، وين يتواجد اسم مسوس ضمن قائمة اللاعبين التي تنوي الفاض جلبهم إلى صفوف المنتخب الجزائري على غرار يعني صحة رايا شرقي صحة أمين قويري صحة ياسر العروسي صحة جابوهم هذو صحة، وولد أمين مسوس في مدينة ليون الفرنسية من أم جزائرية وأب مغربي في 12 أكتوبر 2004 وهو أحد أفضل لاعبين الشباب في نادي ليل الفرنسي، ويستطيع أمين تمثيل ثلاث منتخبات مختلفة حيث يمتلك ثلاث جنسيات وهي فرنسية جزائرية ومغربية، ويملك اللاعب المنتخب الفرنسي للشاب يعني
لشباك إحصائيات محترمة مع الرديف نادي ليل، حيث تمكن من تسجيل 9 أهداف كما قدم تمريرة حاسمة وذلك خلال 21 مشاركة بألوان ليل الفرنسي. ويعني كل منتخب جزائري والمغربي من غياب مهاجم صريع في الوقت الحالي، وهو ما سيزيد من حدة التنافس بين الجزائر والمغرب للظف بخدمات مهاجم مسوس. ومثل أمين مسوس منتخب الفرنسي في الدور ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر، وفاز بميدالية ذهبية رفقة زميله بدر الديب وعناني بملعب ميلود هدفي بوهران. وتفاجأ مسؤولي كرة القدم في المغرب لقرار مسوس يعني باختيار الاتحادية الجزائرية باللعب لصالح المنتخب المغربي، رغم أن اللعاب سبق له أن حضر معسكرات تدريبية للمنتخب المغربي للشبان في مركز تدريب لجامعة المغرب الملكية المغربية فات عندهم. وساعدت الجامعة المغربية لكرة القدم بقيادة مكتشفين مواهب في فرنسا أحمد شوري بإقناع اللعاب للعدول عن قراره والعودة إلى المنتخب المغربي بالتمسك برأي مجدد بسبب أن متجه المسؤولين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. ويملك أمين مسوس رغم أنه كان يملك علاقة طيبة مع زميله بدر الدين بعناني الذي اختار مؤخرا الانضمام إلى صفوف المنتخب الجزائري، وهو ما قد يعني وأفادت صاحبة في وقت سابق أن أمين مسوس أصبح داخل اهتمامات يعني الاتحادية المغربية باستناد من على مشوار يعني الذي قدمه على انه تلميح باقتراب يعني شو كيفاش وبعد صعود امين مسوس من في سباقه من نوعه لمشاركه مع الفريق الاول لنادي نيس الفرنسي. هناك يعني اكتشف ناس وين ناس اللي تخدم ناس تخدم خويا لازم شي قاعدين داخلين عليها قريبشه ومقروض كل المقروض كل المقروض قولوا خبوا شكون اللي غادي يجي رئيس اتحاديه وخبوا شكون قولوا والرجاله تدي اقعدوا قعدوا قعدوا لهي نقعدوا لهي اقعدوا لهي نقعدوا اقعدوا لهي نقعدوا اقعدوا قعدوا راكم ملاح راكم اي راكم ها وها واحد الطريقه راكم كاربينها ما كاش قاعد يحكم على بالكم بها ما كاش لي يلحقكم ما كاش انا نقولكم والله ما كان يلحقكم ما كاش ما كاش نتوما ما كاش واحد يلحقكم نتوما نتوما فور نتوما انا نقولكم نتوما فور واو يقعد يقعد اكم على ما مكش ما كاش قاعد يلحقكم على بالك ها هو مش عاقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتروحوا تتعبوا وتحوسوا على اللعاب وانتم عندكم هذاك مهدي دروفار اللي سميتو مارسيلو واني. السلام عليكم. قال لكم راني ننتظر في دعوة هذا المشرف تاعكم هذا. هاي. هذا ما ذهبناكم زرق.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا. صحيتو خوتي.